دكتور ممكن نتوضح هاي الفقرة الأخيرة اللي حكيت بيها؟ هسه راح اعيدها هسه، بس خلي تحكون بي حتى يستفيدون عين. هسه اعيد وذكرني على، ذكروني على هذا الشباب على الخزن عين. إن شاء الله دكتور. دكتور هسه كملخص اللي اشتغلناه كله، احنا ما طلعنا السكن فاكتور من العادي او مالتي الطبيعي مثل كل ما نطلع مره، وثاني شغله طلعناه من المشتقه، وثالث شغله طلعنا البرمابولتي من الانفينيت اكتف لاين. وهسه احنا نرجع نطلع منين احنا؟ يا احنا هو نطلع من هسه البرمابولتي اللي نرجع اخر شيء نطلعها من من البيك مال مال السكن. اي بس هذا ما نروح لها، هذا ما احنا ما نحب نروح لهي الحاله. لكن انا شو اقول، مرات انت تسوي التيست اناليسيس بس تنفقد البيانات الاخيره، تنفقد تطلع مخربطه اسبابك يلا هي. نسجل هاي الحالة. اي بس شنو يطلع عندك؟ الهام تطلع عندك كلش واضحه، الهام تطلع عندك كلش واضحه. فانت خب ما تروح تعيد تقول ها والله خليني اشوف هذا، اقدر احسب انه فاضيه من الهام. نعم نقدر نحسب انه فاضيه من الهام، بس هذه الموديلات اللي راح نستخدمها للهام هذه كلها موديلات، يعني مو موديلات فيزيائيه، وانما اغلبها اجت من وين؟ اجت من اغلبها من يسمونه المالتي ريجريشن اناليسيس. المالتي ريجريشن اناليسيس تدرون بي ابروكسيميشن هواي يصير بي، تقريبا هواي بي يصير. ولذلك انا ما اميل استخدمها الا يعني ما اقدر اقول النفاذيه اللي احتسبتها بهاي الطريقه هي النفاذيه الحقيقه للطبقه المكمنه، لكن هي تعطيني فكره انا وين، ايش قد انا قريب او بعيد عن النفاذيه. خوش خلي هسه انا ارجع، تمام خلنا شو اسمه ارجع اسوي الشير وياكم الاشياء الاخرى. وبعد واصل 47 وين هذا ال هذا خوش بعد خوش شباب. هسه عندنا صارت اربع حقائق. الحقيقه الخامسه انه اوجدوا علاقه بين البيك هذا، مثلا شوف هذا البيك هنا، هذه قيمه المشتقه هنا، اعلى قيمه للمشتقه بهاي النقطه تقريبا، تشوفون عيني اعلى قيمه للمشتقه هنا. الان هذه اعلى قيمه البيك اوف ذا هام، هذه تعتمد على من؟ مثل ما قلت لكم تعتمد على قيمه السكن فاكتور اللي عندك. اوكي سووا اوجدوا علاقه، خلوا ذني كل البيك خلوهم كلهم مع بعض، كل واحده ايش قد تقابل سكن فاكتور، واوجدوا علاقه. طبعا انا من احكي على الهامب، انا احكي على الزمن وعلى الدريفيتيف، يعني هي البيك لها احداثيات البيك تنقري من خلال الزمن من خلال قيمه المشتقه تي ان تي تايمز دلتا بي دبليو اف داش. هذني اجوا خلوهن الكوردينيتس مال الهام، خلوهن ويا السكن فاكتور اللي هو سي دي اي تو 2 اس، خلوهن في علاقات رياضيه وسووا مالتي ريجريشن اناليسيس، وطوروا موديل لحساب النفاذيه، طوروا موديل لحساب النفاذيه. الموديل الرياضي هذا اللي طوروه هو كالتالي، خلينا نخليه قدام. الموديل الرياضي هو كالتالي شباب، هذا هو زين عيني، خلينا نخلي لكم اياه هنا، هذا هو الموديل الرياضي. تشوفون عيني شنو اللي بهذا الموديل 70.6 كيو نيوبي، نعرفها هذه اتش، نعرفها 1 على 0.014879 كيوبي عندنا، سي هذا الويلبور ستورج حسبناه، تي اكس شنو التي اكس؟ التي اكس اقصى يعني المحور الزمن لاعلى نقطه بالهام. ايش قد هسه من يقدر يقرا لي اياه؟ من يقدر يقرا لي اياه؟ التي كوردينيت 705 تقريبا. التي اوكي التي كوردينيت لاقصى
نقطة بالهام من شقد؟ مو هو هذا هنا تقريبا ما يعلى نقطة؟ هاي يعلى نقطة 0.9 او 0.87 0.08 0.08 0.85 تمام؟ لو لا هذه النقطة 0.085 تمام؟ مو؟ نعم صح. واضحة شباب؟ شبابنا عيني شبابنا حلوين واضحة شلون طلعناها؟ هذه هي انا اعتقد هذه هي هذه هي اعلى نقطة هنا. فاجي انزل جوا اقرا الزمن، الزمن اللي هو شقد تقريبا 0.85. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه تي اكس. ونفس الوقت راح اجي اقرا منها شنو؟ اقرا شقد الاحداثي مال المشتقة اللي هو تقريبا شقد احداث المشتقة الان؟ اذا تشوفون الان شقد احداث المشتقة؟ هاي 700 حوالي 700. خلنا نوضح لنا الخطوط حتى لا تلتبس عليكم الأشياء. أوكي. وهذا أيضا خلنا أوضحه حتى يكون أوكي. فإذا أنا أجي أقول التي إكس، التي إكس مالت المشتقة التي هو بحدود 0.85 مأخذ من هاي النقطة هنا. والمشتقة تي تايمز شوفون شلون T times D B W F X هذا شقد؟ شقد قراها عباس؟ قراها 700. نعم 700. هسه أجي أطبق هذا القانون ما عندي شيء بي K محسوبة منين؟ من الهم 70.6 times what Q نيو B Q نيو Oil formation volume factor divided by H times what افتح قوس واحد مقسوم على افتح قوس شنو هو واحد على شنو 0.0 تشوفون 0.014879 times شنو كيوبي مرة أخرى كيوبي هذا كيو وهذا B أو الفورميشن فوليوم فاكتر مقسوم على شنو؟ خلينا نشوف مقسوم على شنو؟ مقسوم على C وين هالC؟ هذا C اللي حسبناها أنا ما هذه هي C اللي حسبناها؟ هذا C حسبناها منين؟ من الدربة دبرة أخذ C الحق الأولى أميل إلها أفضل ناقص ناقص شنو؟ قبل الناقص مضروب هذا كله مضروب بشنو؟ مضروب مثل ما تشوفون مضروب بالتي إكس هذا مضروب في التي اكس هذا التي اكس مطروح منين مطروح من قيمه المشتقه اللي هي 700 اغلق واغلق مره اخرى و اوكي هسه ايش قد طلعت عندك النفاذ الان ايش قد طلعت شباب 24 في حين انت حاسب ايش قد تقريبا 16 اذا هي انطتك فكره انت وين ما انطتك القيمه الحقيقيه لكن هي تنطيك فكره انت وين تشوف شلون؟ لا دقيقة واحدة شباب اوكي سوري فور ذات سوري فور ذات سو جيت باك فاذا اذا نشوف النفاذ عين اللي حسبناها من الهام ما تتطابق يعني انا اقول لك ما تطلع نفس الجي الا اذا انت تريد ترى هذا موضوع ثاني وبالتالي احنا ما نميل لاستخدامها نميل لحساب النفاذيه بالطريقه الطبيعيه اللي هي من الـ من الراديال فلو لكنه الراديال فلو ما ظهر عندك بالرسم مرات يكون نو نوجي no, no
حيل نوزي، ما تدري منين تمرر خطك المستقيم. ممكن تحسب النفاذية بهذه الطريقة. هذه الحقيقة الخامسة. هسه صار عندنا خمسة، صار عندنا خمسة. كوش، خلنا نشوف كمل هذا ال خلنا نشوف عينه مو حتى لا ننسى. احنا اخذنا هذا وننسى الخزن. يلا اوكي كامل. هسه كملنا خمس حقائق، الآن نروح للحقيقة رقم ستة. حقيقة رقم ستة، طبعاً هذا المعادلة اللي كتبناها لحساب النفاذية من الهام في بعض الأحيان أيضاً ممكن تستخدم لحساب سي. إذا 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 النفاذية موجودة عندك من الراديال فلو بس الخط الاول مال والبول ستورج ما ظاهر عندك، ممكن تستخدمها، تستخدم هاي المعادله مالت الهام في لحساب والبول ستورج. يعني هالمره انت مو عندك البيانات البدائيه، عندك ضايعه البيانات الابتدائيه، عندك ضايعه، ممكن تستخدم اكو معادله ممكن تستخدمها لحساب والبول ستورج. وهذه المعادله اللي تستخدمها لحساب الويل بور ستورج شنو هي؟ هذه هي، خلينا نخليها قدامكم تشوفوها. هسه احنا ما راح نحاول ايضا تشوفون عيني. هذه هي المعادله اللي انت ممكن تستخدمها، راح اخليها بهالجهه هاي هنا. هذه المعادله، شوف ايش تحتاج انت هنا. تحتاج مشتقه البيك بوينت، مشتقه تي تايمز دلتا بي اكس، مشتقة البيك بوينت، ومشتقة من وياها؟ مشتقة الراديال، الخط المستقيم. حتى ده تحسب شنو؟ ده تحسب سي. ليش؟ لأنه الخط الأول مال الويلبور ستورج ما واضح عندك. خط الويلبور ستورج ما واضح عندك. فممكن تستفيد من شكل الهام، مشتقة الهام أعلى قيمة للهام، ومشتقة الخط المستقيم. خلينا نشوف. خلينا نشوف سي ايش قد تطلع عندنا هنا في الحاله هاي. هسه احنا عندنا مشتقه الهام، مو عندنا مشتقه الهام، خلينا نقول راح نقول 0.01479 تايمز كيو بي تي اكس. كيو بي تي اكس، من هو التي اكس؟ هذا الكوردينيت مالت الزمن، هذا التي اكس تمام، مقسوم على شنو؟ المشتقه مالت الهام هذه، ومشتقه الار اللي هي 90، هذا السي. شوف ايش قطل عندك السي الان. السي اللي انحسبت هسه هذه شوفها اقرب للسي اللي انحسبت من البريشر. مو نون اتس نوت ذا وان فروم ذا بريشر ديريفيتيف، لا الوحده اللي حسبناها من هذا السي. زين، هذه هم معلومه. بعد اكو شوف يسموها خطوط التلاقي، الانترسكشن بوينت. انترسكشن بوينت بين منو ومنو؟ احنا عندنا مثلا ويلبور ستورج هذا خط، وعندنا انفينيت اكتن لاين هذا خط. وين يتقاطعون؟ يتقاطعون هنا. الان نقطة التقاطع هذه ممكن نستفيد منها، هذه نقطة التقاطع ممكن نستفيد من عندها. نعم ممكن نستفيد من نقطة التقاطع، لانه نقطة التقاطع من 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 تحسبها، من تخلي معادلة الويلبور ستورج وهي معادلة الانفينيت اكتن لاين هو راديال فلو، راح تحصل على دالة بها شنو؟ بها النفاذية وبها الويلبور ستورج. فإذا أنت عرفت الانفينيت اكتن لاين ممكن تتأكد لو من النفاذية لو من الويلبور ستورج. يا اللي تريد أنت تتأكد من عدن، يا اللي أنت متأكد من عدن 100% ممكن تستخدمها في حساب الثانية. خلي أشوفكم المعادلة اللي أنا أحكي عليها. هذه المعادلة اللي أنا أحكي عليها.
هذه المعادلة مين جابوها؟ جابوها من نقطة التقاطع بين منو منو؟ بين الانفينيت اكتن لاين. هذه هي المعادلة عيني، شوفوا انا راح اخليها هذه هي. شوف انترسكشن بوينت بين منو منو؟ بين هذا الخط المستقيم مال الراديال فلو ويا الويل وور ستارت. هذه هي النقطة، هذه هي النقطة. حلوا المعادلات لهاي النقطة وقالوا الانترسكشن بوينت 1695 ميو سي ويل وور ستارت ديفايدد باي كي اتش. هسه انا اقدر اتاكد من عنده جرافيك ليش قد قيمة التي اي. من يقول لي الجرافيك ليش قد قيمة التي اي؟ جرافيك ليش قد قيمة التي اي؟ قد تقدر تقروها جرافيكلي؟ قد التي اي شباب جرافيكلي؟ من يقرا لي يا عيني شبابنا الحلوين؟ من يقرا لي يا عيني؟ هذه بس الرسم طلع لنا الرسم دكتور، هذا قدامك الرسم وقدامك هسه انا دارس قدامك. قد التي اي هسه؟ 0.038. تمام 0.038 هذه هي، هذه جرافيكلي 0.038. هذه شنو؟ جرافيكالي اناليتيكلي. نا هسه بدنا نحسبها اناليتيكلي من هاي المعادله. خلينا نشوف ايش قد عندك. 1 6 9 5 مضروب بشنو؟ ميو. عندنا الميو موجوده، عندنا الميو. وين الميو؟ هذا الميو. السي يا سي، السي اللي حسبناها منين؟ حسبناها بالبداية اللي هي أكثر دقة. هذا السي مقسوم على شنو؟ مقسوم على كي اتش. كي ياها منهم؟ كي اللي حسبناها بالبداية اللي أنا أكثر دقة اللي هي منية. هذا خلي البرانتسيس سوري، هذا الكي والفورميشن ثيكنس. الفورميشن ثيكنس وين الفورميشن ثيكنس؟ هذا الفورميشن ثيكنس. زين عيني هسه ايش قد طلع عندك ال شوفوا ايش قد طلع عندكم 0.038.036. طبعا هذه اورز، انا احكي على اورز، هذه اورز ثلاث نزول. اذا احنا قريبين، احنا قريبين، معناها القيم اللي استخدمناها للكي وللسي اثنيناتهم قيم الى حد ما دقيقه. واضحه هاي يا شباب؟ واضحه هاي؟ بعد اكو شيء نقدر نطلع منها؟ هي رسمه، هي رسمه وحده هسه طلعنا منها كل شيء، رسمه وحده هي بس، هو بيانات طلعنا، هو شغلات معلومات طلعنا منها. شنو بعد؟ شنو خلينا نشوف بعد شنو عندنا؟ ال اكو معادله اخرى ايضا لقيمه مشتقه الهام، الأقصى قيمة لمشتقة الهام. هذه المعادلة أيضا ممكن نستخدمها في حساب السكن فاكتر إذا ما متوفر عندنا الراديال فلو. تحسب تستخدم في حساب السكن فاكتر. من منين تأخذها؟ من الهام، من بيانات أقصى نقطة للهام، البيك كوردينيت. البيك كوردينيت ممكن تستخدمها في حساب السكن فاكتر. وهذه المعادله هي كالتالي، راح اخليها امامكم. هذا انا ما كل يعني، هي بالاخير مثل ما قلت لكم هي حالات هوايه، انا ما كلش مو كلش هالقد، بس خلينا نروح خلينا نشوف خلينا نشوف. هذين هن معادلتين حقيقه، مو معادله واحده. اما خلينا نخلي لكم اياها هنا، هذه هي معادلتين مو معادله واحده. خلينا نقرا هذا منا عندكم، هذا ما تروح الاول. هذا اذا السكن فاكتور شنو التي اكس؟ التي اكس هو الزمن مال البيك بوينت مال الهامب. شنو التي اي؟ التي اي ما حسبناها هسه، التي اي هذا التي اي الانترسكشن بوينت. السي حاسبينها اصلا، فاي اتش سي تي ار دبليو كلها متوفره عندنا. او من هاي المعادله ايش تاخذ الدريفيتيف مال البيك بوينت ويا الدريفيتيف مال الخط المستقيم وهذه الاشياء الاخرى. هذه ايضا معادلات ممكن نستخدمها في حساب السكن فاكتور، راح اتركها لكم انتم تسووها. والحاله الاخيره، الحاله الاخيره اللي هي ايضا نستخدمها في حساب، تذكرون شباب
التي اس اي ال ستارتنج تايم اوف انفينيت اكتن لاين، تذكروها شلون نحسبها جرافيكلي اناليتيكلي. الستارتنج تايم اوف انفينيت اكتن لاين، المعادله اللي استخدمناها في حساب الستارتنج تايم اوف انفينيت اكتن لاين، هذه ايضا ممكن انت تاخذها منين؟ تاخذها يعني من هذا هنا، شوفها شباب من الرسمه، وين الستارتنج تايم مال انفينيت اكتن لاين؟ من اللي قال لي وين الستارتنج تايم اوف انفينيت اكتن لاين؟ وينه؟ هو الانفينيت اكتن لاين شيء مثل ما قلنا، هو يمثل بسيدو راديال فلو، بسيدو راديال فلو. الان جرافيكلي انت ممكن تحدد الانفينيت اكتن لاين منين. اذا تذكرون شباب الانفينيت اكتن لاين انت ممكن تحدده من هذه النقطه، تشوف هذا خطك، انت خطك المستقيم يا نقطه الطابقه تماما على الخط المستقيم، انا اعتقد هذه تتفقون وياي على هاي النقطه شباب؟ مو هو هذا، هذا بدايه الخط المستقيم، مو هذه هي بدايه الخط المستقيم. جرافيكلي اذا الستارتنج تايم اوف انفينيت اكتن لاين او راديال فلو ايش قد هنا؟ 15 تقريبا او حتى اقل من 15، ربما 13. اوكي، وهذه ايضا ممكن تستخدموها اناليتيكلي منين؟ من هاي المعادله، يا معادله، هذا المعادله كان نخليها قدام، هذه المعادله تشوفون اللي هي عندنا. فاذا تي اس اي اي ال، هذه تي اس اي اي ال الستارتنج تايم جرافيكلي هو 13 ساعه، والان تجي تحسبها مره اخرى تي اس اي ال اناليتيكلي منين؟ من هاي المعادله اللي هي ايش بيها؟ بيها 3 3 8 8 6 6 افتح قوس 60 زائدا 3.5 في السكن فاكتور اللي حسبناه بالبدايه. هذا هو السكن فاكتور، وينه؟ وين السكن فاكتور؟ هذا هنا، زين عيني. وبعدين اغلق اللزوجه، وين هاللزوجه؟ هذا اللزوجه في السي الاولى، اول سي حسبناها، هذه مقسوم على شنو؟ كي، كي هذه اللي حسبناها في اتش، اللي هو وهذا هو ايش قد طلع عندك؟ هذا عندك طلع 5.5، انا لتكني 5.5، جرافيكلي 13. هذه منين اخذتها؟ ال 13 اخذتها من الرسمه، منها، من هذا النقطه، هذه النقطه هنا تشوفوها عيني، اخذناها منها. اوكي، طبعا عندنا طرق اخرى، اذا تاخذها من البريشر، منين راح تاخذها من البريشر؟ راح تجي هذا هو خط الانفينيت اكتن لاين، هو هذا، هذا هو خط الانفينيت اكتن لاين، يا نقطه مطابقه عليه تقريبا هاي هنا اللي هي ايش قد تقريبا؟ هاي تقريبا 5 اللي هي تتفق ويا الاناليتيكال مور ذان ذا بريشر ديريفيتيف. هسه قد انا اميل لاستخدامهم بهاي الطريقه، مو كلش هواي. فهذه هي كل المعلومات اللي انتم ممكن تطلعونها من رسمه واحده، هذه كل المعلومات اللي ممكن تطلعونها من رسمه واحده. واضحه هاي شباب؟ واضحه عيني هاي؟ واضحه؟ واضحه انا على شو مزاح فيه؟ واضحه شباب؟ عيني؟ ان شاء الله دكتور يراد لها قرايه يعني. اي 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 انا اقول لكم يراد لها قرايه، اي طبعا اكيد يراد لها قرايه، لانه هوايه يعني شغلات هوايه تطلعهن. بس احنا شنو؟ احنا بالمناسبه احنا شو نركز مره اخرى بالويب فيس اناليسيس، احنا مو كل شيء يعني الستارتنج تايم هذا الانترسكشن بوينت مو كل شيء نهتم بها. مثلا اذا انت عندك الانفينيت اكتن لاين او الريديال فلو موجود، انت بعد ما يحتاج تحسب النفاذيه من الهم، ولا يحتاج تحتج بالويلبور ستورج من الهام، لا انت شنو اللي موجود عندك راح يعني منو اللي ينطيك قيمه افضل من باقي راح تمشي عليه. فاحنا شو ندور؟ ندور النفاذيه، سكن فاكتور، ويلبور ستورج، هذين الثلاثه ندور عليها. هذا من الثلاثه اذا حصلناها من هذا هذا الرسمه راح نضبط. يا ريت تقرون اعتبروها عين تقرون زين. هسه المثال اللي عندنا، المثال اللي عندنا اللي ممكن نستخدمه هذه الحالة هو المثال 2 2 1.
2-2-1 اذا تباعون شيء يقول لكم، يقول لك احسب لي اياها بالكونفنشنال يعني بالسمايلوك، ارجع اروح للسمايلوك احسب لي كي وسكن فاكتور واحسب لي الويل وورد بور ستورج من اللوج لوك القديم، وبعدين يقول لك استخدم لي التايب كير، هم احسب لي اياها من التايب كير كي اس سي، وبعدين استخدم لي اياها بالتي دي اس. خوش، هاي هاي الطريقه. احنا هسه ايش راح نسوي؟ احنا هسه ما راح ان 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 ما راح يعني ان نستخدم الكونفنشنال ولا راح نستخدم التايب كير، راح نركز فقط على منو، على التي دي اس فقط. مثال، انا احكي على مثال 2-2-1 2-2-1 هسه هذا راح اخذنا حتى اخذنا حتى مرة أخرى أنزله تستفيدون من عنده على مود الشرح. هذه مود تايب كير ما شرح أسميه تي دي اس. بس دكتور لو صفينا يا شوية صار شوية إيه هواية صار إيه، بس خلنا أخذنا أول مرة حتى إيش اسمه، أكو شغلات هواية راح أوخرها يعني. هذا أيوة هذا إني مال المحاضرة السابقة، أنتم ما تحتاجونها الآن، هاي المعادلات كلها ما تحتاجوها. ما سانا والله لكم يا عيني. هو هسه المثال اللي راح نحله راح يكون واضح اكثر، المثال اللي راح نحله هسه من عيني ديليت. شنو عندنا هذا ما نحتاجه؟ وش بعد شنو زايد عندنا هنا؟ شغلات زايده هذه اشياء هنا كلها زايده، هاي المعادلات ما تحتاجونها انتو. هذا ما تحتاجونها، هذا رسم ما تحتاجونها، هذا هو فقط اللي انتو تحتاجونه هسه. هذا ايضا ما تحتاجونه يعني، هذا هو اللي راح نخزنه وننزله. خلنا نوضح هاي الارقام حتى تكون واضحه عندكم شوية، أسويها غامقة حتى أنتوا كمان. اوكي اوكي هسه تقريبا صار يعني بس لل تي دي اس مخزن. طب هسه ايش راح اسوي؟ راح هذا المثال اللي موجود اللي هو 2-2-1 خل اعتقد موجود عندي بالداتابيس، خل اشيك عين 2-2-1 موجود عندي. اوكي هسه بس ادور لكم على 2-2-1 عين. اوكي اوكي احنا على بعد ايضا 10 دقائق من القطع الجديد. 2-2-1 ناخذ رايس لو ما يحتاج، لا خلونا نكمل هذا وخلاص. ايش اسمه يعني منا يعني راح يصير عندنا قطع اخر ونرجع نكمل لان ما يكفينا الوقت. هو اليوم هذا اسبوع اخر اسبوع غير شباب. نعم صديقي اخر شيء. اي فخلونا عين نكمل هذا وحتى تقرونه زين. لحظه شويه والله يعني بس احنا راجي.
هو جزء يعني ما لي، لأن أنا مو كل الأشياء راح أرجع عليها. هذا هو الاثنين اثنين واحد. شو هذا غريب؟ هذا تاكر دكتور بلكي تكمل خلال هاي الفترة. خلينا نشوف عيني، خلينا نشوف، خلينا نشوف إن شاء الله يكمل. أوكي دكتور، بس عندي سؤال. عيني سؤال عندي سؤال. اي اسال عيني. هاي الهمب مال مشتقة، اي انت مو قلت هي تمثل لنا السكن فاكتور كل ما تكون عالية كل ما ريسكنا اعلى؟ اي زين، اذا عندي يعني سكن فاكتور بالسالب شلون حصل؟ تنزل جوا ما تصير هام، تصير فلات. آه. سؤالك سؤالك جميل جدا حقيقة، ويعني هذا انا مشتغل عليه عيني، بس هسه المشكلة انا ما جويدي. استاذ شلون السلوك راح يصير؟ يعني ليش تنزل جوا؟ ليش مو فوق؟ يعني شنو اللي السبب؟ شوف، هو انت عندك هم، عندك هم، هذا عندك هذا الهم ماكو. كل ما يقل السكن فاكتور الهم تنزل شويه. لما يكون ماكو سكن فاكتور يصير فلات. تشوف عيني؟ يصير فلات، يعني وكأنه الخط المستقيم يجي هالشكل وبعدين يصير خط مستقيم عدل. هذا ويل بور ستورج يجي هالشكل وبعدين يصير خط عدل. ماكو هم نهائيا. يعني معنى هبوط بالضغط ويا الزمن ماكو، يعني يكون لا كل لا لا مو هيك معناها، لا مو معناها هالشكل. لحظه خلي وين القالك يا اتمنى اكون الدكتور تقول خط مستقيم، يعني ناقل هبوط الضغط الدلتا بي. لا هذا خط مستقيم، هذا مثل الدريفيتيف مو هذا. يعني معناها شنو؟ إيه معناها معناها التغيير، معناها التغيير في الضغط مع الزمن ثابت، مو ماكو تغيير بالضغط. لا اكو تغيير بالضغط، هو ايه هو قلت لك مام. تغيير الضغط ثابت. ثابت. ايه هو هذا اللي قصدي. فمعناها اكو تغيير بالضغط. ايه قلت لك اكو تغيير. ايه بس شلون يعني هو اكيد يعني لا يعني شو اسمه يعني اكو تغيير بس هذا التغيير مو شو اسمه لان لا خط عدل ما راح يصير عدل، لو اكو ايميل او خط يعني شو اسمه هاي راح يصير اكو تغيير بالضغط ويا الزمن. هو هذا اللي قصده. لا هو انت قريب، هو انت قريب. التغيير مو ثابت حسنا. إيه لا 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 خلنا 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 أقول لك على شغلة، خلنا أقول لك على شغلة. ال إحنا ال الهام والويلبر ستورج هذين داخلها ضمن منه، ضمن يسمونها الترانزينت ستيت فلو. الترانزينت ستيت فلو بشنو مميزة؟ مميزة أنه الضغط يتغير بها بشكل كبير. يعني الضغط من فترة زمنية لفترة زمنية يتغير بقيمة تختلف عن القيمة الأخرى. واضحه هاي الفكره؟ هذا بالترانزيت. واضحه هاي بالترانزيت. الان اذا عندي ويل باور ستورج عالي او عندي سكن فاكتور عالي راح يكون عندي بريشر، يعني تدري انت البريشر دروب راح يكون كبير جدا. لانه شنو السكن فاكتور؟ السكن فاكتور هو مقاومه للجريان. انت حتى تتغلب على هاي المقاومه لازم تطبق ضغط عالي، تمام؟ لولا الهامب تكون اعلى كل ما كان عندك السكن فاكتور اكبر، بدليل ما فيزيكلي انت تحتاج الى دلتا بي اكبر. هذا معناها الان لما يكون السكن فاكتور اقل تبدي تحتاج دلتا بي اقل، تحتاج دلتا بي اقل، تحتاج دلتا بي اقل. الان لما ماكو سكن فاكتور شنو معناها ماكو سكن فاكتور؟ معناها انه دلتا بي اللي تحتاجها بالوسط المكمني البعيد راح تكون نفسها دلتا بي اللي تحتاجها بالمنطقه اللي نفترضها هي متضرره والواقع الحالي اللي ما بها ضرر. وبالتالي فرضية دلتا بي ثابتة مع الزمن راح تطبقها قرب البئر وفي المناطق البعيدة بالمكمن. بس اي يعني هي هاي بين البئر وبين النقطة المنطقة المتضررة. بالضبط المنطقة المتضررة. الان اذا ما اي بس لين ما في منطقة متضررة خط عدل يصير، راح تكون نفسها في كل مكان. دلتا بي راح تكون نفسها في كل مكان، فيطلع عندك هذا الخط المستقيم من البداية. زين صح، يكون يعني شو اسمه اذا عندك ستيميوليشن دلتا بي راح يصير اقل من الدلتا بي اللي تحتاجها بالطبقه المكمنيه، فيصير عندك الخط جوه يصير ينزل. صحيح صح. تشوف كل ما كان الستيميوليشن اعلى كل ما كان الخط ينزل بعد اكثر لجوه، لان انت عندك الخط المستقيم مال انفينيت اكتن لاين هذا هو اللي يمثل الجريان بالطبقه المكمنيه.
هذا هو اللي يمثل الجريان بالطبقه المكمنيه. اذا عندك المنطقه اللي بيها ستيميليشن، ستيميليشن بها عالي، الضغط راح يكون بها قليل، ولذلك الخط مالته راح ينزل لي جوه. يعني يعني بهاي الحاله قبل راح شو اسمه يصير بسيدو ستيدي ستيت؟ لا مو انت اثر بسيدو ستيدي ستيت، هذا البسيدو ستيدي ستيت مو هنا يجي، البسيدو ستيدي ستيت يجي ورا الراديال، ورا لا دا اقول من الاس صفر. اي راح يظهر عندك، راح يظهر عندك خط هذا عندك، شوف هذا عندك الراديال، هذا عندك الراديال ده شوف، وهذا هو هنا هذا الراديال، وهذا هو اللي يمثل ستيميوليشن. هذا الراديال انا بقول الخط، الخط مستقيم تقريبا يعني دلتا بي ثابت ويل بور ستورج مستقيم، وبعدين يصير عندك الراديال. اي دكتور انا دا قصدك هذا الخط المستقيم. أي. هاي حاله اللي صار بيها الاس صفر. اي يعني سكن فاكتور صفر. نعم صحيح. اذا اقل اذا اقل اذا اقل من صفر، اذا اقل من صفر هذا الخط المستقيم يبدي ينزل جوه، فايش راح يصير عندك؟ ويل بور ستورج. شوف ويل بور ستورج، وبعدين بعدين خط خط مستقيم صغير ويرجع يصعد مره اخرى الى خط مستقيم اللي هو الراديال فلو. ثاني بس سالتك انه اذا هذا الاس صفر راح يصير خط مستقيم، هاي الحاله بسيدو ولا لا؟ لا مو بسيدو، ما احنا هاي ما نقول عليها بسيدو. لا اللي بسيدو الاس صفر يعني خط مستقيم يعني الدلتا بي ثابت. اي صحيح، بس هذا مو بسيدو عيني. هو انت مهدي غير مهدي احكي شويه. ايه مهدي. مهدي البسيدو مو هنا نستخدمه. اذا انت تحكي على البسيدو ستيدي ستيت مو هنا نحكي عليها. البسيدو ستيدي ستيت هذا دكتور مو هنا لما نوصل، مو هي في حاله معينه، مو هي في حاله معينه، مو انا دي يصير عندي دلتا بي ثابت. انا هنا دا اقول عليها، احنا نعرف ان البسيدو دلتا بي ثابت بمرور الزمن، فهاي الحاله من الخط المستقيم دا اشوف البيهافير ثابت مع الزمن. لا لا انت هسه شو المشكله؟ وين المشكله؟ انه يعني شوي مخلوط، مخلوطه عندك المفاهيم. صح البسيدو ستيدي ستيت، البسيدو ستيدي ستيت حاله البسيدو ستيدي ستيت يكون بيها بارشل بي فيرس بارشل بي تو بارشل تي ايكوال تو كونستانت، يعني تغير الضغط مع الزمن ثابت، تغير الضغط مع الزمن ثابت. هذا صحيح. الان لما 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 يكون عندي سكن فاكتور، هل هذا يعني صفر. انه دلتا بي فيرسس دلتا تي ثابته لانه لانه يشبه الخط المستقيم مال مال الراديال فلو؟ الانفينيت اكتن لاين، هذا الانفينيت اكتن لاين اللي شفته، خل ارجع اسوي له شير وياكم هذا الحل، نخليه ورا التقا ورا شو اسمه، لحظه شويه خل اسوي لكم شير لان هذا الموضوع مهم. وين صار؟ وين؟ لا مو هذا، دكتور انا اقصد بس حاله الاس صفر. لا 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 ابدا ما له علاقه بالبسيدو. لا لا ما له، انت احنا بدنا نحكي على، لا لا احنا بدنا نحكي على هبوط الضغط في المنطقه القريبه، المنطقه القريبه من البئر. هذا ما بيها بسيدون بهذا الوقت، ما يصير بيها بسيدون نهائيا. صح دلتا بي، دلتا بي راح يكون ثابت مثل ما قلنا، دلتا بي فيرس او مو دلتا بي، المشتقه راح تكون ثابته، المشتقه راح تكون ثابته، مشتقه الضغط راح تكون ثابته، بس هذا ما يعني انه عندك بسيدو ستيدي ستيت. لا نهائيا، هذا الى تفسير اخر غير تفسير بسيدو ستيدي ستيت. عيني هو هذا شنو التفسير الاخر؟ انا ما جاي افهمه اخو اسد، بس اعطيني مجال خل ارجع لل ما قلت لك انا هاي عندي، بس خل اطلع لك الشكل وينه 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 هذا شات. اوكي فاير explanation of it.